القلب يدمع، القلب يتألم، القلب يعتصره الألم وهو يرى المسلمين في الفلوجة أو في حلب أو في بلاد سوريا أو في العراق في كل مكان أو في أي مكان في اليمن. لماذا تراق الدماء؟ لماذا يتم التآمر على المسلمين بالذات؟ لماذا تنطلق هذه الشعارات الطائفية المقيتة البغيضة؟ لماذا هذا التحشيد الطائفي؟ لماذا هذا العدوان الفارسي؟ أيقولون ثمة إرهاب؟ من صنع الإرهاب؟ من أتى بهؤلاء الإرهابيين؟ لماذا لا يكون الإرهابيون إلا في بلاد يسكنها أهل السنة؟ ليكون صريحين، ليس حديثا طائفيا لكنه حديث عن واقع. لماذا لا يأتون فلا يكون هؤلاء الذين يسمونهم إرهابيين لا يكونون إلا في بلاد يسكنها أهل السنة، وباسم تطهير هذه البلاد يذبح المسلمون وتذبح البلاد وتدمر البلاد وترفع الشعارات الطائفية الحاقدة والشعارات الطائفية ترفع علنا، ثم يقولون لك نريد أن نطهر الأرض من الإرهابيين. الفلوجة بزعمهم وكذبهم لم تولد إلا إرهابيا. بالمناسبة الفلوجة بلد العلماء، الفلوجة بلد العمائم، الفلوجة بلد المساجد، الفلوجة وغيرها من بلاد المسلمين في العراق وغيرها بلد الخير الكثير. من قبل دمروا الرمادي، من قبل دمروا صلاح الدين، ومن وربما سيدمرون الموصل. باسم من أتى بهؤلاء الإرهابيين؟ ولماذا لا يكون الإرهابيون إلا في بلاد السنة؟ لندرك أي مؤامرة خطيرة على الأمة